السلام عليكم. تطورات حول منح السويد الاذن لحرق المصحف الشريف وعلم العراقي اليوم. يوم امس تم اقتحام السفارة السويدية واحراقها بالكامل في بغداد، واليوم رئيس وزراء العراقي وجه بالطلب من السفيرة السويدية في بغداد مغادرة الاراضي العراقية، كما وجه بسحب القائم بالاعمال العراقية في ستوك هولم، ومحتجين غاضبين من أمام السفارة العراقية في السويد بعد أن أهان المصحف الشريف والعلم العراقي تحت قدميه. وللأسف ولا تعليق، هذا حدث تحت حماية حكومة دولة السويد، وكل عراقي ومسلم لن يرضى بهذا المشهد المؤلم أبدا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، ونشاهد معا لحظات من أمام السفارة العراقية في السويد. خلي نتابع وشوفكم بفيديو جديد. في هذه اللحظة بدأت هتافات تنادي في حرق القرآن من بعض الأشخاص الذين يقفون هنا. هاي كم انا بدي احكي.